يسوع ربنا المسيح أشرق لنا من حشاء فجاء وأنقذنا من الظلمة وبنوره الوهاج أنارنا أشرق النور على الأبرار والفرق على مستقيم الفنون اندفق النهار على البشر وانهزم سلطان الليل من نوره شرق علينا نور وأنار عيوننا المظلمة أشرق كان في ناس هون اسمه الياس الدويهي تقريبا حوالي 200 تلميذ من طلاب الكمال يعني النساك تمرنوا على ايده من بيناتهم فرانسوا دي شاستر يلي حاول انه يعيش ابعاد الحياه النسكيه اكثر من معلمه يعني الناسك الياس الدويهي لهالسبب كان يرفض يطلع لبرا لانه لاكو جمال الطبيعه يعني نحن هون امتداد للوادي المقدس هالجمال الطبيعي على 12 شهر رفض انه يتمتع فيه صار يدخل من خلال طاقه صغيره من منسكته على الكنيسه دغري وحتى الباب المنسكي ما كان يسكره ولا حط فيه غيل من جوا او مشان ما يتكمش بهالدنيا مشان ما نفسه تحب هالعالم